رب وبإيمان كإيمان موسى وإيمان كإيمان إبراهيم عندما ألقي في النار فقال حسبنا الله. يقول أحد العلماء هب لي إيمانا كإيمان إبراهيم أنبت لك جنانا في الجحيم. هات إيمان. لذلك الهموم النفسية والخوف والتردد والقلق والاكتئاب والضيق والهلع والخوف من كل شيء، حتى أن بعضنا خاف من الخوف نفسه، حياته في ضيق وفي هم. ترى بعضنا الشيب اللي فيه، لا تزعلون علي أنا منكم، ها الشيب اللي فيه ليس هو لأنه تقادم في العمر، والله من كثر ما يطبخ راسه وخايف ويقلبها وش نسوي. يا أخي ابذل السبب واترك المسبب جل وعلا. أنت عليك بذل السبب وجوبا، لكن أنا أتزوج، لكن أن يولد لي ما يولد لي هذا عند الله، لكن لا يمكن يولد لي وأنا ما تزوجت، صحيح؟ أنا أبذل السبب بالزواج، أبذل السبب بالبيع والشراء، أبذل السبب بالوظيفة، أبذل السبب فأفتح الدكان أبيع، فقد أكسب وقد لا أكسب. متى يكون العبد قد امتلأ قلبه يقينا وإيمانا وكل هم يجيه يتدكدك؟ ما تلاحظون شيباننا الأولين ما عندهم أحد يقرأ عليهم وينفث؟ ليه؟ عندهم يقين، لديهم توكل، إياك نعبد وإياك نستعين، يقولها بيقين. كيف لا تفرج والفارج هو الله؟ كيف لا تفرج وربي وربك لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء؟ كيف لا تفرج وهو يقول للشيء كن فيكون؟ كيف لا تفرج وبيده مقاليد السماوات والأرض؟ كيف لا تفرج وقد فتح في بحرنا الطويل، ذاك البحر اللي تعرفونه الأحمر، فتح طريقا يبسا، يبسا اللي فتح 12 طريقا يبسا في البحر لموسى، ألا يفتح لك طريق يبس إلى السعادة والفرج وذهاب الضيق والحزن؟ بلى والله، لكن لا بد أن تكون مع الله ليكون معك. احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله يحفظك. ولذلك نحن اليوم مع آية من كلام ربي، كلا إن معي ربي سيهدين. البعض منا يقول مستقبلي ضاع. أقبح كلمة تقال أن يقول إنسان من عباد الله مستقبلي ضاع، مع أنه ما بعد وصل للمستقبل حبيبنا، ذا هذا ضايع قبل ما يوصل. المستقبل هو ما تستقبله، ما تصل إليه، أنت وصلت البكرة. يقول بكرة يا زين، أمي إذا قالت باتر في حلال، وأمك تقوله وأبوي يقوله ووالدك باتر فيها حلال، وإذا راح شيء قالوا خيره، يلا عسى ما تكره النفس خيره، وراحوا في خيرة أن الله حكيم لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن الله أخذه إعطاء، أخذ ربي إعطاء. فهذا التوكل والتفويض الأمر إلى الله أورثهم سكينة وطمأنينة. والله يمهب في بعض قلوب الأبناء ولا بعض الأمهات والآباء على العلم الذي ندرسه وعلى الحفظ اللي نحفظه وعلى وعلى، إلا أنك تلقاه خايف. والله من بعضنا الحين لو يطق هواجيسه دقيقة راح في شعبان الخوف، الله يستر الفلوس اللي سلفناها فلان ترجع ولا ما هي براجعة، فلان زوجناه بيطلق ولا بهم طلق، المدير بيرضى علي ولا مو براضي. لا تجد حا مسكين، يعتقد المسكين أن حوله وقوته هي التي تحفظ له ما وهب، مع أن الموهوب هذا الموهبة التي بيدك هي عطاؤه، إن شاء أقرها جل وعلا وإن شاء أخذها. نبدأ أحبابي القصص الثلاث، ما رأيكم؟ نعود إلى قصة الحج. الحج هذا واد غير ذي زرع، تذكرون قصة الأواه المنيب الحنيف الأمة، إنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. عندما إبراهيم يضع زوجه هاجر، عندما يضع هاجر في ذاك الوادي، أكان مفرط؟ والله ليس هناك في الحياة أن يبقوا أحياء بعد دقائق من رحيله، ولا واحد في المئة، ولا واحد في المئة. وادي غير ذي زرع، أي توكل هذا وتلحق به زوجه؟ آه الله أمرك، يعني هذا عشان أستسلم، هو اللي أمرك ربك؟
إن قلت نعم فأنت غير مضيع ونحن لن نضيع. أحبابي، كم من واحد خاف من الفقر فلما رحل له بعض من الدنيا أو بعض من العافية قال ضعت، أنت مع ربي، إن معي ربي. هل الله معك؟ مشكلتنا في هذا الزمن أن بعضنا يسير فوق ملك الله والله ليس معه، ويعتقد أنه إذا قال إذا أصبحنا بروح لأبو فلان وبطيح عند أبو فلان وببرك عند أبو فلان وبحب رجل أبو فلان، الله أنك مسكين ومسكين لأبو فلان. يا مسكين يلي تتكئ بحاجبك على مخلوق، والله إنك مسكين. الإمام عبد الرحمن الفيصل رحمه الله، والد الملك عبد العزيز المؤسس طيب الله ثراه، مما يروى عنه أن رجلا أعرابيا أتى يسأله حتى صلى الفجر ثم رفع يديه يقول اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني، فلما التفتوا إليه إذا ذاك الرجل قد خرج من المسجد. قال لما انتهينا من الصلاة خرج ردوه علي لعله حاجة، فلما ردوه قال يا طويل العمر جيت تشحذ ولقيتك تشحذ الله، قلت تشحذ اللي انت تشحذ. توحيد، تسأل الله الغنى خلني أسأل الله يعطيني، قال انت تشحذ الله يامرني يعطيك ونشحذ الله يامر عبد العزيز ويعطيني. وتوحيد جميل، بذل السبب ثم بعد ذلك يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري. إذن الله أمرك بهذا، هذا السؤال فيه التوحيد. حتى نساؤنا ينبغي أن تكون المؤمنة واثقة بعطاء الله. كم واحد لما خسر في الأسهم أو البيع أو الشراء، بعضهم الآن يأخذ من العلاجات ما تبقيه حيا سويا، والبعض ما شاء الله يستنشق الهواء بعمق ويخرج يقول الحمد لله اللي عطانا خذاها وبرده سبحانه وتعالى. ربي كريم، ربي غني، ربي حي، ربي قيوم. وتجد زاده أخذ ربي يقينا، زاده أخذ ربي يقينا، يقينا من الله. وأذكر من قصص التي ذكروها أن رجلا كان من غير هذه البلاد وقع عليه القصاص، رمى رجلا شابا صغيرا كان يضربه ويؤذيه، رماه بمثقل شيء ثقيل فضرب في مؤخرة رأسه فمات. نقل إلى السجن، بعد 5 سنوات أنزل للساحة حتى يقتص منه، ولكم في القصاص حياة وهذا دين رب العالمين. فتدخل 2 من طلبة العلم كانوا في مرورهم بالساحة رايحين يشترون بشوت من سوق الزل، ما جاءوا بيشفعون ولا يدخلون ساحة القصاص، فلما رأوا الذي سيقص منه لحيته بيضاء وفي وجهه نور قالوا للمسؤول عن التنفيذ 2 دقيقة، قال بقي على التنفيذ 5 دقائق، عطنا 2 دقيقة. ذهبوا إلى ولي الدم وكان بجواره أبناؤه فتحدثا بكلام فتح الله عليهم، وقالوا له لو أن الله جل وعلا جمعك وبين يدي الأولين والآخرين ثم دعاك الله إذا جمع الأولين والآخرين، قال عفوت لأجلي، أنا أولى بالعفو منك، خذوه إلى الجنة، هذه كم تساوي عندك. بكى والتفت إلى أبنائه قالوا قولنا قولك يا بوي، ولا نخالفك ولا نعصيك، فأعتقه الله. قيل لهذا الرجل كبير السن اشكر هؤلاء، قال جزاهم الله خير، لكن خلوني يسجد للي 5 سنين ونشحذ تالي الليل، يا ربي اعتقني بلا حول مني ولا قوة. يا أحبابي نحتاج أن نعرف الله. والله يا أحبابي بعضنا يتكلم لغات وعند الثقافات وطاف الأرض كلها، ومع هذا أمه حلوة اللبن في البيت أكثر من توحيد. والله إنه يجيها المصائب، تلقى عجوز من عجزنا مات لها 5 و6 ولا لا، أمي مات لها 4، الله يخلف عليها ويجعلهم حجابا لها من النار، أمهاتكم أمهات المسلمين، وتقول والله أني أرضع هالضحى وأني قابرت حق بالعصر، والله أني أقرص القرص ونمك ودمعتي على خدي راضية، الله يجعلها خيرة ويجعلها حجاب. وبعضنا يا أحبابي إذا ما يقبل في الثانوية عقب الثانوي في الكلية شق ثوبه وقام الحرب العالمية الثانية في البيت أو الثالثة، وصاح وضاع مستقبلي وينوح ويبكي، وين التوحيد وين أبوك؟ هل أنت مع الله؟ تسأل السؤال، أنت في ذمة الله صباح اليوم؟ قال لا. صليت الفجر جماعة؟ لا. ذكرت الله؟ لا. سبحت؟ لا. من تب مع الله؟ كيف يرعاك الله؟ إن الله مع الذين اتقوا.
مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الصابرين. لاحظوا موسى عليه الصلاة والسلام عندما سار ب600,000، تدرون هؤلاء أبناء من؟ أبناء وأبناء يعقوب. إسرائيل من هو؟ إسرائيل يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. أبناؤه أسباطه اللي تولدوا من رحمه هم ال600,000. بين يوسف وبين موسى 400 سنة، ولد في 400 سنة 600,000 إسرائيلي. لاحظوا يعقوب ابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم، لكن كان واثق في الله. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. أسألك بالله، واحد من 30 سنة مرمي في البير تلقاه جميع المقاييس البشرية والمنطقية، واحد طفل صغير مرمي في قليب مات، ثم يعود بعد ذلك ويقول لا تيأسوا. أنت لا تيأس يا يعقوب عليه الصلاة والسلام، أنت يا أبتاه لا تيأس. لا، ما ييأس. طيب ليه ابيضت عيناه من الحزن؟ المؤمن قد يحزن لكن لا ييأس. المؤمن يحزن لكنه لا يقنط، لا ييأس. ولا يمكن أن يتشاءم مؤمن وهو يعرف الله. اللي يعرف الله يعلم أن الله جل وعلا يجعل النار برد وسلام، ومحمد عليه الصلاة والسلام يخرج من مكة إلى غار ثور ويمكث 3 أيام في الغار، والصديق يقول لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا. فيلتفت إليه الواثق بعطاء ربه، ما ظنك يا أبا بكر ب2؟ الله ثالثهما. هل الله معك؟ أنا كنت أقص قصة عند رجل كان جزع، فقلت لي 3 الذين آواهم المبيت إلى غار وانحدرت حجر وانغلق الغار، لو أنهم ليس عندهم معرفة بالله وخبايا من الأعمال الصالحة خبأوها إلى هذه الساعة ما طلعوا، كان إلى الحين وراء الحصاد. صحيح، واحد بالأمانة، واحد بالصدق في المعاملة، واحد في بر الوالدين. قلت لأبو فلان صح بابي، ايش رايك بنسأل أنفسنا سؤال؟ هذول 3 سألوا الله بعمل خفي وزوه وأخفوه لله عند الله، فلما سألوا الله به فرج. لو كنت انت رابعهم، ما العمل الذي ستسأل الله به؟ قال لي ذاك الشايب والله لو اني رابعهم منهم ما يطلعون. ليه؟ قال والله ان كل عملنا معلمينها الناس، ما غير نشقص في هالكلام ونقعد نتجمل بهالكلام، ويمناها اللي ما تصب ما يصب عليها السمن، ويطبخ ذي في مرق ذي، وستين حمرة أبو فلان، وانتفش وانتفخ، وانت صدقت علمت، وان بنيت مسجد حطيت اسمي على الباب، وان إنا لله. يقول والله ما بقى من أعمالنا شيء إلا معلمين بها. قلت إذن مسكين، لأنك ما تعرف الله قاعد نتعلم عباد الله، وعباد الله بيعطونك عين أرض جو توديك وراء الشمس، ما هم معطينك شيء. هل سيمدك أحد من الخلق إذا علم أنك متصدق أو أنك كريم أو كافل للأيتام أو راع للأرامل؟ وبعدين خير يطير على ما قل، معنا ما يجوز يطير لأن طير ما من التشاؤم، هو خير. ثم ماذا؟ مدحوك، ماذا يقول الله لك يوم القيامة؟ فعلت لي يقال جواد، قد قيل خذوا عبدي إلى النار. نعوذ بالله من النار. كلا إن معي ربي. كان الله مع يعقوب فرد يوسف. وبعدين أحبابي إياك أن أيها المؤمن أن تقول كيف تنحل، ما هي بالعقول يا حبيبنا، أنت لا تدرك، لأن الله على كل شيء قدير، على كل. ما تلاحظون بعض الناس ثري جدا وغبي جدا، وفلان فقير جدا وذكي جدا؟ ما هي بتجي بالذهانة يا حبيبنا، ما هي بتجي بالذكاء، وتجد أن فلانا يحبه الخلق، وفلان ما مع أن اللي يحبونه ما عمره سوى شيء من المعروف فيما يرون، لكن القلوب تنقاد لأن له علاقة مع الله. وفلان احط وسوى وعطى ورد وحد ورد وسوى وعلوم، وقالوا الشعراء فيه من القصائد ما لو أنهم قايلينها في جماد انقلب إنسان، وقالوا ما شالت الأرض طيب منه ولا ظلت السماء طيب منه، بالنهاية زل من عيون الخلق ومن قلوبهم، ونادى الله إني أبغض فلانا فأبغضوه. طيب يلا حلها عاد، ارفع بغضه من قلوب الناس. لذلك العلاقة مع الله تزين الحياة. إن معي ربي، معي ربي،
يا أحبابي بحر ماء، ماء كيف يكون الماء كالطوفان كالجبال، ثم طريقا يبسة، ما هو حتى طين تعلق فيه الطين في أقدامهم، طرق يبسة، معناها أن الله إذا أراد يفتح لك طريق في السعادة والتوفيق والله يفتح لك لو في الماء، والله أن يفتحه. كيف؟ ما أدري أنا ولا تدري أنت. مشكلتنا الآن لماذا العقبات في حياتنا؟ لماذا التشاؤم سيطر على بعضنا؟ لماذا الخوف شوى قلوبنا وكل ضلع نحط تحته متوى؟ لماذا يا أحبابي في زمن صار بعضنا يروح للدكتور النفسي ويقول وش فيه؟ قال والله ما أدري وش فيني. إنا لله وش أسوي فيك طيبة؟ والله ما يدري، وفعلا هو ما يدري مشرقه مغربه، ولا هو بعيب انك تروح للطبيب النفسي، رح، وهذا من الدواء الذي علمهم الله اياه، لكن انت ما تدري شيء لانك لا تعرف الله، صار كل ما في الحياه ضدك، وكن مع الله يكون معك، ومن كان الله معه والله لو كادته السماوات والارض ومن فيها اقسم بجلال الله لا يصيبه شيء. من كان الله عليه فمن معه، ومن كان الله معه فمن عليه. وإذا وجدت الله ماذا فقدت؟ وإذا فقدت الله ماذا وجدت؟ والله ولا شيء، سراب. إذا فقدت الله ما وجدت شيء، حتى لو أعطاك يعطي ربي ليشقي، ترى بعض عباد الله يعطيه ويعطيه، لأنه لو أخذه وما عنده شيء ما يكون الأخذ أخذا مقتدرا، ولا يكون الألم في الأخذ ألما قويا. لذلك أحبابي الرسالة تقول ما علاقتك مع الله ليكون معك. القصة الأولى قلنا، نأتي بالقصة الأولى، إبراهيم يترك ابنه، والابن يا أحبابي فلذت الكبد، هذا اللي فلذت كبده إبراهيم إسماعيل أتاه على كبر، قيل وعمره 86 سنة، يعني في مثل هذا العمر لا يولد له، واستجاب لأنه يعرف الله أنه سيحفظه جل وعلا. ثم لما بلغ معه السعي أتى بالمدية يريد أن يقطع رأسه، واحمدوا الله أن الحجاج يحجون، وليس من شروط الحج أن تذبح بترك، والله ما حج واحد منا، ولا لا، والله ما نحج، لكن الله لطيف فداه بالذبح واستجاب. ولذلك إذا قلنا أبو الأنبياء إمام الحنفاء ملة إبراهيم حنيفا، أواه، هذا العظيم، هذا النبي أبو الأنبياء، هذا عليه الصلاة والسلام كان له أسرار في الاستجابة، يعرف الله. وإذا عرفت الله لا يهمك كل علم من بعده. أول سؤال تحت القبر ما هو؟ مش اللغات اللي تجيدها؟ والله ما يسألونك كم الرصيد الله يحفظ، كم عدد حريمك، ولا كان يضيع أنا وأبو وحده واللي معي يضيعون في هالسؤال، ولو كم رصيدك، كم بنيت، كم، والله ما تسأل عن قبل من ربك. هذا الاسم، هذا السؤال اللي يقود الثقافة والأسئلة والعلم. والله إن بعض عباد الله، الله اسمه، الاسم العلم على الباري الذي تتبعه كل الأسماء، لا يدري من أين اشتق كلمة الله. سبحان ربي، هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الملك القدوس. ولذلك معرفة الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ودائما مع الله، وفي المكان الذي لا يفقدك الله، في المكان الذي أمرك أن تكون فيه، ولا يراك في المكان الذي نهاك أن تكون فيه، وتراقب الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. لذلك أحبابي إذا شفت واحد مهموم تقول ألا تثق في الله؟ ألا تثق أن الله لو أنك رميت حمولك عند بابه والله أن يفتح لك الباب؟ من الذي طرق باب ربي ثم طرده؟ من الذي أناخ ببابه ثم طرده؟ سبحان الملك، سبحان الحي، سبحان الغني، سبحان الغني، سبحان الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، له مقاليد السماوات والأرض، هذا سبحانه وتعالى يعطيك، لكن أنت مبعد عنه. ولذلك كل ما ترى من وحشة وضيق وهم وغم سببه بعدك عنه. وإلا فإنه موسى عليه الصلاة والسلام عندما يتقدم للبحر لينفلق يعرف الله ويثق في الله. وتصور يا نبي من أنبيائه
وقارع من قال أنا ربكم الأعلى، وكل 600,000 ما معهم ولا سكين ولا سلاح، كلهم مجردين من كل حول وقوة. أيترك الله جل وعلا نبيه وكليمه لمن ادعى الربوبية أن يفتك به؟ لا وربي، حاشا ربي أن يترك نبيه. ولذلك الله إن يقول الحق إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. يا أخي ينصرك. ولذلك قصة موسى، قصة إبراهيم، قصة محمد صلى الله عليه وسلم، إبراهيم أدخل هاجر في الوادي ومحمد صلى الله عليه وسلم خرج من هذا الوادي ولكن عاد إليه من جديد. ودع مكة والعين فيها دمعة. إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. كان واثق أنه سيعود أم لا؟ والله معه، والله أنه واثق أن يعود، وعاد، وعاد إليها بعد أن أسس دولة الإسلام في طيبة. يثق في الله. يونس عليه السلام في جوف بحر، في ظلمة ليل، في جوف بطن حوت، وكان يسبح ويهلل ويستغفر ويعلن ظلمه لنفسه، عنده يقين أن في بطن الحوت أن هناك من يسمع، أن هناك من يسمع. بعضنا ينتظر الصباح، تكفى أبو عبد الله عندي هم، ودي أفضفض لك يا حبيبي قبل ما يذن الفجر، عندك الساعة الثلث الأخير من الليل يا أخي، اسجد وفضفض يا حبيبي. من قالك لا تفضفض؟ فضفض بي أمام من في سجدة، واجعل دعاءك في سجدة ودمعة. ترى بعضهم يبكي عندك، يبي يلين قلبك يا مسكين، حصاة تبكي الحصاة وطين يبكي الطين. حبيبنا بكر رب العالمين، وراك أنت متعلق بالمساكين، وترى مهما بلغ من يوم تقول عطني تطيح من عينه إلا ربي، إذا قلت عطني زادت العبودية صعدت بك تطلع فوق. إنه يحب من عباده الملحين، ويحب منهم الداعين، ويحب الذين لا يتعجلون. تدري ليه؟ لماذا لم يستجب لك إلى الآن؟ يمكن أحب سماع صوتك، ولك منزلة في الجنة عنده، أرادك أن تكثر الدعاء حتى تصل إليها. ووالله لو علمنا، لو كشف الله لنا الغيب، أقسم بالله ما اخترنا لأنفسنا إلا ما اختاره الله لنا. الله منعه إعطاء، منعه إعطاء. أنت ما أنت منتبه الآن، لو يجيك ولدك اللي فيه ولا متوسط وقال أبي سيارة، أنا مر علي ومر عليكم، أنت ولدك فلذت الكبد، ودك تعطيه وتسعده، تقول والله ماني معطيك، ويقعد للسنة ويبتي ويصلط أمه عطوني سيارة، أنت ما رفضت بخلا، أنت خايف عليه. ترى بعضنا يقول الله يرزقني، ينا رزقك ترك صلاة الفجر، خليك فيه، الله يحفظك على ما أنت عليه، واطرق الباب أكثر من الطرق. فقد لا يعطيك لأنه لا يريدك أن تشقى، لأنه الحكيم. إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، فلو أغنيته لأفسدت عليه دينه، حسنه بعض أهل العلم. إذن أحبابي، لاحظ أن الوقت بدأ يسير وأنا أريد أن أستفيد من أساتذتي ومشائخي. الوقفة الأولى، هذا الأنبياء جميعا عرفوا الله، فقال موسى كلا إن معي ربي سيهدين، عندما قالوا إنا لمدركون. وهذا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ما ظنك باثنين؟ ويقول الله في سورة التوبة ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله، لا تحزن. ترى المؤمن والله إذا عرف ربي اطمأن، سكينة، طمأنينة. وذا اللي يطيرون في العجة تدرون ليه؟ حتى لو كان ما كان طائر في العجة، لأن المسكين يتعلق بالماديات، يتعلق، ما عنده غيبيات. يا رب أنا عندي يقين أنه يسمعني، هذا المكان المبارك الله ذكر فيه، عندي يقين أن معنا ملائكة، وأن الملائكة الآن ترفع قوائم الحاضرين إليه. يا رب اذكرنا في ملأ خير من هذا الملأ. عندي يقين، عندك يقين، على هذا اليقين تستطيع يا عبد الله تعيش فوق الأرض سعيد. وإذا فقدت اليقين أنت أكبر المتشائمين، وأكبر من يكون في قلبه الحزن. لا آسف، الجزع ليس الحزن، الجزع، لأن الحزن يمر. حبيبنا يقول عندما مات إبراهيم إن عليه رضوان الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد، إن القلب لا يحزن
وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. الحزن مع الثقة واليقين الصبر الجميل لا يضرك، لكن القضية يقول ضاعت، ضاع كل شيء، يطق يد على يد، وش ضاع كل شيء؟ أنت لازلت تهلل، لازال الله معطيك الروح، لازلت تسجد، وش اللي ضاع؟ ضاع الدنيا، إن كانت ضاع واحتسبتها تلقاها عند ربي. ولذلك هذه القصص فيها حتى حبيبنا طرد مظلوما من مكة، وفرعون طرد موسى ظلما، وألقي إبراهيم في النار ظلما، ولكنهم كانوا مع الله، كان الله معهم، كان الله معهم، لا يأس. أيضا فيها عزاء كما قلت للمظلوم، بعض المظلومين يكاد قلبه يتفتت، يقول يا شيخ ظلمني ولم أستطع أن أخذ حقي، ويبكي. يا أخي، الله رب الأرباب القريب السميع المجيب أخبرك أن دعوتك ترتقي فتخترق عباب السماء كله، ثم تسجد تحت عرشه، ويقسم ربي بعزته وجلاله لا ينصرن دعوتك. يا أخي، اللي معه رب مظلوم، اللي معه رب يا أخي قوي، إذا قلت حسبي الله عليك، الله لا يسلط علينا، والله اللي يتحسبون الناس عليها ضاع، والله ضاع. بعضهم يقول أعلى ما في خيلك اركبه، بلط البحر، يلا شوف الأسماء، الله يجزاك خير، ها طق براسك في الجدار، والله لن بلطن بحر، ولا عندي خيل عشان أركب عليه، ولا نيب ما عندي سيراميك ولا بلاطن ببلط به بحور ولا غيره، عندي تويل الليل بقول يا فارج الهم، يا سامع الشكوى، يا ناصر المظلوم، يا رب الأرباب، يا من فتحت في طريق يبس لنبي من أنبيائك، وحفظت نبيا في غار، وحفظت نبيا وخليلا من حرق، يا رب مسني الضر، ثم ادعو بما شئت. مع أن يدعو للمظلوم أنك لا تدعو على ظالمك، لكن ادعنا الله يهديه ونرد الحق إليك، لأنك إن دعوت بهذه الاستغاثة ضاع، ضاع والله يقينا ضاع، لأنك إن كنت تعرف الله. أما الذي يشك في قدرة الله يقول الشم أنا ما يهناني إلا أن يشوف شيء بعيوني في الدنيا، أبي لي تريل تم ملتفت سواقه ويمشي 140 ويطى، حول ولا قوة إلا بالله، ولا شاول مدري وش ويشيله ويد، أصبر أصبر الله يحفظك، يمكن يوم القيامة أبو فلان ترى اللي ظالمك حج سنتين متواليتين وصايم وذاكر ومسبح كلها مهيب له، والله انهلك، والله أن تسلبها منه يوم القيامة إن كنت مظلوما، لأنه مفلس، والمفلس يوم القيامة يأتي بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا ضرب هذا أكل مالها. ولذلك أحبابي، إن معي ربي، عزاء لأهل اليأس، عزاء للمظلومين، عزاء للذين يقولون متى نصر الله، الله يقول لهم ألا إن نصر الله قريب. وإلا فمقاييس الدنيوية، بنو إسرائيل كانوا في أخس الصنائع، يستحيي نساءهم خدما ويذبح صغارهم خوفا من زوال ملكه، فينشأ صغيرا من الصغار في قصره، نعم، ويعطي أم هذا الصغير أجرا لرضاعته، ويرد الله الصغير إلى حجر أمه ليربط على قلبها، ثم يكون زوال عرشه عليه. من أجمل ما سمعت، قال واحد يبتهل يقول يا ربي، في رؤيا، في حديث عن إسرائيليات، والإسرائيليات المنهج فيها حدث حتى تعترض مع شيء من نصوص ديننا فنرفضها، لكن نحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، أن الله قال عندما قال فرعون آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، قبل ذلك كان يقول يا موسى يا موسى، يدعو موسى وموسى لا يرد عليه، يا موسى اللي فرق البحر لموسى هو رب موسى، ما دعا رب موسى، لا زال فيه عن جهية أنه رب العالمين وهو يغرق. في رواية أنه قال الله لو دعاني لاستجبت له، فقال أحد الصالحين يا ربي، فرعون قال أنا ربكم الأعلى، ولو استغاث بك في آخر حياته لغفرت له، ونحن يا رب نقول سبحان ربي الأعلى فاغفر لنا يا رب العالمين. فرق بين موحد وبين مشرك.
احبابي كلام انتثر، انا جاي بنقراطيس بقرا منها وما ادري بحضر، لكن انتم تلهمون من تحدث بين ايديكم. نحبكم والله في الله. ما اجمل اخر فصل من الجد، ابناؤنا في هذا الزمن بحاجه الى منهج التوحيد، ان يفردوا الله رب العبيد جل وعلا بالعباده، وان يخلصوا قلوبهم من الخوف الا منه، ومن التوكل الا عليه، ومن الاستجابة والاستغاثة إلا به، ومن الاستعاذة إلا به. عهد من العبد بين يدي ربه، إياك نعبد وإياك نستعين في كل لقاء بالله. قل له يا بني أنا لا أنفع ولا أضر. بعضنا يقول أبوي، ترى أبوي فلان وابشر بالخير، أبوي بيتوسط لي بيدخلني بيزوجني. أبوك يحتاج من يفزع معه، والله لا حول لأبيك حتى يعطيه الله من رعايته وحوله. والله ما عند أبوك من الدنيا لربما يكون عذابك بسببها لو ورثتها، ولربما يا أخي يذهب كل ما لديك. يا ونبوك كن مع الله يكن معك. وأجمل وصية نقولها لأبنائنا وصية محمد صلوا عليه عليه الصلاة والسلام، وهو يوصي ابن عمه رضي الله عنهما ابن عباس يقول احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أقسم بالله، وأنا ما كثرت اليمين لكني أنا مع الشباب كثيرا، والله إن كثير من مشاكل أبنائنا والذي بعث محمد بالحق